قدمت سعادة السفيرة منى عباس محمود رضي أوراق اعتمادها سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة إلى صاحب الجلالة الملك ماها فاجير الوكن كورت ملك مملكة تايلاند ونقلت سعادة السفيرة تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب الجلالة ملك مملكة تايلاند وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار معربة عن اعتزازها بتمثيل مملكة البحرين في تايلاند والمساهمة في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين من جانبه حمل جلالة ملك تايلاند سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والرخاء وللسفيره التوفيق في مهامها او مهام عملها بما يرتقي بمسيره علاقات التعاون والصداقه بين البلدين في مختلف المجالات